بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم الحق في أوروبا، أحييكم من مدينة كوبنهاجن في المملكة الدنمارك. جئت اليوم إلى مدينة كوبنهاجن، هذه الزيارة الثالثة لي إلى مدينة كوبنهاجن، مدينة جميلة جدا. أنا صعدت في على أحد القوارب التجول بالقنوات المائية في مدينة كوبنهاجن، أتعرف على بعض من معالم المدينة بجوانب القناة المائية. طبعاً هنا القناة المائية هي مثل فينيسيا، مثل بندقية، مياه مالحة، ولكن قناة عريضة جداً طويلة، مسافة طويلة. هنا أغلب اللي بيزوروا كوبنهاجن بحبوا يطلعوا بالمراكب يسووا جولة سياحية، وحبينا نعرفكم على بعض من معالم. اليوم حرارة مرتفعة جداً، وأغلب الدنماركيين موجودين على شواطئ القناة. هيا بنا يا أصدقائي. مثل ما شرحت لكم ما القصد من الصورة إظهار الناس، ولكن لنرى مدى عشقهم للشمس والتمتع والسباحة على شواطئ هذه القناة. أنا مثل ما ذكرت لكم بالعبارة، حبيت أورجيكم بعض من معالم مدينة كوبنهاجن، الجانب من رواد الموجودين على شاطئ مدينة كوبنهاجن في الدنمارك. مرة أخرى أحييكم متابعين قناة جاسم الطيش. عيون القفز، التمتع، السباحة على جوانب القناة. الشعب الدنماركي يعتبر من أسعد الشعوب، هكذا الإحصاءات. أمنيات كل محققة مستجابة، السبب هو يشعر بسعادة تامة. هاي جسد نظرة عامة في العبارة. هاي رواد مثل ما ذكرناكم، هاي رواد الدنماركيين. حاول نلقي بعض جوانب من الصورة، عدم إظهار المرأة بشكل كامل. والله يا اخوان لحظات رائعة جدا في مدينة كوبنهاجن. Hehehe
الحج. يصير شيء اختراق او شيء اصطدام ما بينه وبين الزوار. وصلنا الى الرصيف. طبعا انا بدي استمر بالرحله بصور كامل القناه. كوبنهاجن هاي دار الأوبرا، هاي دار الأوبرا. من هون بقفزوا القفز الغطاسين كل سنة، من كل عام بقفزوا من هون لهون بطولة للقفز المائي أو الجمباز المائي. هلا هي بتروح بها الاتجاه، ونحن هلا بينزلوا وبيصعدوا من هون باتجاه صخرة الحورية وقصر الأوبرا. داخل العبارة ما ذكرنا، هاي دار الأوبرا. من هون بينزلوا بيزبطوا وبيقفزوا بالماء بغطس كل سنة من كل عام. كما ذكرنا من هون بيقفزوا، من هون بيقفزوا لتحت على الماء، الغطس في الماء سنويا رياضة من أجمل الرياضة. طبعا هي بتتميز بيكون الشخص متمكن بالجمباز. أحييكم متابعين قناة ياسمحوا، صحتي ربا من
مدينة كوبنهاجن في الدنمارك. لحظات جميلة كما ذكرت سابقا. دائما أنا أبحث عن السعادة وأجدها في الترحال الدائم من منطقة لمنطقة، من مدينة أوروبية إلى مدينة أخرى، للتعرف على أنماط وعادات وتقاليد. وأخذ العلا طبعا، هون هي مكان بحرية، قطع بحرية، هي مكان ممنوع دخول، هي منطقة أمنية تعتبر، منطقة عسكرية فيها قطعة بحرية، فيها قطعة فيها بارجة، هي البارجة واضحة، بارجة حربية. في غواصة، هناك في غواصة بحرية كما ذكرنا، كلها بقى قطع عسكرية في المكان. وهي الفرقاطة، أحييكم أصدقائي متابعين قناة صوت الشعب في أوروبا. من مدينة كوبنهاجن، عم يعطي زمرة قوية جدا، عم تخوف. طبعا اليوم في عندهم مهرجان خاص بالدنمارك، مهرجان مقرف جدا، ألا وهو مهرجان المثليين لعنة الله عليهم. أي جزء من الليبرالية وجزء من الثقافة الغربية، هي من أسوأ القيم الأوروبية، ممكن مع الديمقراطية، مع العدالة، مع المساواة، إلا هذا البند، حرية المثليين نعمة الله عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. خارج الطبيعة البشرية، خارج الفطرة البشرية، عندهم مهرجان المثليين خارج ممارساتهم، خارج الطبيعة البشرية اللي الله وضع فينا، حسبي الله ونعم الوكيل.
شوقنا. البحار والمحيطات تبقى أسابيع في عرض المحيطات من النرويج شمالا إلى إيطاليا جنوبا. المحيط الأطلسي، جبل طارق، البحر المتوسط، فينيسيا البندقية، أوكرانيا، كرواتيا، شواطئ كرواتيا، الشواطئ اليونانية، كونهم كانوا بحارة يفتخرون بهذه البواخر القديمة، كونهم كانوا بحارة وخراصنة يمركزون معروفين عنهم. في بحر العرب، بحر عمان، كانوا البرتغاليون يتفاخرون كثيرا في تلك المناطق، تعلموا من عرب الأندلس. بعدما سقطت الأندلس كليت شوكة السلطان والبرتغاليون وتمكنوا من احتلال المغرب، احتلال كبرى كبيرة جدا من العالم الإسلامي في مدغشقر. حتى الإمارات كانت محتلة، بعض جزء من الإمارات كانت محتلة من البرتغاليين، لأنه الإمارات ما كانت الإمارات موجودة على الخارطة، كانت تابعة لسلطنة عمان، كما هو معروف بالتاريخ كان يحكمها سلطان عمان. بعدين كانوا قبائل متناحرة اجتمعوا وأقاموا إمارة بالتعاون مع ولي أمرهم أو المحتل السابق البريطانيون، أعطوهم حكم ذاتي مطلوبين للإرادة، وظيفتهم بس التآمر على الأمة العربية. هاي هي الوظيفة اللي أخذوه على عاتقهم، التآمر على الأمة العربية وعلى الشعوب العربية. هاي وظيفة الخليجيين عندما ظهرت الثروات. فرضوا عليهم شروط البريطانيين أن يتآمر على الأمة العربية وعلى الدول المتحضرة من الأمة العربية كبلاد الشام، كالمغرب العربي. جاءوا بقبائل متناحرة على الوصول
Thank you. هلا هاي نزلنا من العبارة، هاي العبارة هلا هاي آخر محطة لإلها، هلا بتروح على الجهة الأخرى. قناة جاسم قطيش، رحال في أوروبا. أنا بدي أحييكم من مدينة كوبنهاجن في مملكة الدنمارك. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.